ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. كما العادة وكل إعادة فيها إفادة، خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين على اللجنة ديال مراقبة الأسعار، واش خاصها تكون ديما ولا تا كتكسر الهضرة والزيادات عاد باش كيخرجوا يدوروا ويراقبوا الأسعار. لابغيتو تعرفوا اش غيقولوا لنا المواطنين، أجيو معايا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي بخير. الله يحفظك خويا، بارك الله فيك. قول لي أشنو بالك في هذه اللجنة ديال مراقبة الأسعار؟ يعني من كثرة الهضرة على الزيادة في الأسعار خرجوا كيراقبوا، واش خصهم يكونوا ديما ولا في هذه الظرفية؟ لا لا، خص ديما تكون المراقبة، لأن دابا بعض التجار كيتلاعبوا بالأثمنة، كيستغلوا هذه الظرفية ديال المحروقات اللي باقا الأثمنة ديالها طالعة، وتا هما كيديروا يعني جميع الوسائل باش يزيدوا على المواطن، ما عندهم سوق، ولكن اللجنة ديال المراقبة خصها دائما تكون مواكبة للمواطن، حيت المواطن هو كل شيء في المغرب، فهمتي؟ ماشي حتى ينوضوا المغاربة ويديروا احتجاجات على الأثمنة ويديروا عادي تنوض الدولة وتتكلف لجنة المراقبة مراقبة الأسعار. فهذا وكتعرف بأن اليوم الخضار المواطن ما قدرش يشتري الخضار دابا، صعيب الحال. ملي توصل البطاطا 240 ألف فرانك باش غياكل المسكين، اللي عنده راه عنده، ولكن اللي ما عندوش مسكين كيدير؟ يعني في نظرك خاصة لجنة المراقبة تكون ديما دائما مواكبة للسوق ديال الخضار واللحوم وغيرها. قول لي يا الشريفة، دابا هاد اللجنة ديال مراقبة الأسعار واش خاصها تكون ديما ولا في الظرفية من ارتفاع الأسعار؟ لا خاصها تكون ديما، خاص ديما يراقبوا ويقلبوا، ماشي ما يرخيوش عليهم، خاصهم ديما ديما يجيو ويقلبوا. دائما يراقبوا الحوانات، ديما يراقبوا الحوانات، يراقبوا مالي اللحم، يراقبوا القهاوي، السناكات، ديما ديما ديما. يعني من يخرجوا في الظرفيه؟ لا مزيانه مزيانه بزاف، دابا بداو كينقصوا وبداو كيخافوا، لقاو داك الشيء كلشي فايت ليه التاريخ وفايت ليه هذا، كيبقاو يعطوا المرض للبنادم. مزيان مزيان اللي مزيان اللي خرجوا، خصهم يبقاو ديما بحال كيديروا، ما يرخيوش عليهم على طول العام. على طول العام ديما ديما ما ميكوش عليهم. الطريفة ديما تكون معلقة باش الناس يكونوا عارفين الأثمنة، الأثمنة يكونوا ديما تكون ديما تكون معلقة باش الناس يعرفوا القانون، ماشي يقول حق الحكومة اللي زادت، هما يزيدوا هاو السقا في الحكومة، حق راه الحكومة هما راه كاين الحكومة لا والو، عا هما. والأثمنة ما تجيش ليا في التلفازة وتبين ليا لجنة خارجة كتقول لي عليك التيكيتا، مالو غادي يساك طونوبيل يشد لوطوروت، كديروا شي حاجه ديال الضحك في التلفازه، راه كورسي هادي باش نكونوا حقيقيين. المغرب دوله فلاحيه، ملي حلينا عينينا المغرب دوله فلاحيه، ملي كتفيق الصباح مي كتمشي للمارشي اول ما كتسول شحال مطيشه، شعار المغرب الارض ديالو فمطيشه معروفه كتصدر دابا حاليا، ولكن باش ديرها 240 ريال هادوك الضربات اللي كيضربوا هادوك الناس ديال كنقولوا احنا داك الصماصيره وداك الشيء ما عندهمش غيره على الوطن. باغي هادي من الاخر، واش هاد اللجنه ديال المراقبه خصها تكون ديما ولا في هاد الظرفيه؟ شكون انا ما كرهتش تكون العام كله وما تبين الاسعار، يعني من كثره الهضره وعلى الزياده في الاسعار خرجوا كيراقبوا، واش هما خصهم يكونوا ديما ولا في هاد الظرفيه هادي؟ خويا بالنسبه لي انا خصهم راه خصهم يكونوا ديما، خا يعني ماشي تاع نرد الشعب يهضر مثلا عاد بنادم ينوض عاد يقلبوا علينا، يبقى يقلبوا علينا حنا، راه الشيء خصهم يديروا قبل ما ينوض الشعب حتى يبدا يتور بنادم عاد ينوض هما يقلبوا، راه خصهم ديما يكون المراقبه، ديما خص المراقبه ضروري خصها تكون. يعني مش عارف الخوض راه كاين بزاف الحوايج تكونوا زايدين فيهم، يعني راه خصهم ضروري نقصوا منهم شويه، يعني الا بغاو هاد البلاد زوج شويه تكون مزيان. الا بغاو تزيد لقدام. الا بغاو تزيد لقدام، يعني هادشي راه اللي كيديروا فيه راه ماشي هو هذاك، يعني راه خص المراقبه تكون ديما. على ملي يمشي شهر ولا شهرين يعني ينوض بنادم مثلا بنادم يسخط عاد هما بنادم يقلبوا. عاد نمشيو نقلبوا حنا هذا واش زايد واش هذا زايد واش هذا ما زايدش، بحال دايرين لنا خاطرنا، بحال دايرنا خاطرنا، بحال داك الشيء ديال المراقبه ديال الاسعار. واش خصها تكون دائما ولا في الظرفيه منين كاين الغلاء؟ لا خصها تكون دائما اولدي، على قباش الانسان هذا الشيء بزاف ملي ولا لحقات هذا الشيء ديال الخضره وهذا الشيء راه بزاف على المسكين. يعني وديك الطريفه اللي كيقول لهم علقوا، واش هذيك الطريفه يعني خصها تكون دائما؟ خصها تكون دائما اولدي، خصها تكون دائما. ولا قباش ملي تقول ليه بشحال هذيك هاد الشيء هاد الغلا بزاف تيقول لك راه من عندهم، هاد الشيء اللي كاين خاص يعني تكون طريفه معلقه باش تعرفي، طريفه باش تتمشي كتلقى الطريفه بلا ما كتهضرش كاع معاه نتايا، كتشوف الثمن كتشوف الثمن كتاخذ. كيخرجوا تيواكبوا السلع كيراقبوها واش في الثمن ديالها هو هذاك ولا نقص ولا زاد،
حنا بغينا الاستمراريه في هذه المراقبه باش الناس هاد الفقراء مساكن راه تقهروا من الزياده ديال الاسعار، غلات المطيشه، غلات البطاطا، غلات، والله يحسن العوان الفلاح اللي واكل العصا. علاش؟ حيت التاجر كيشري مطيشه من بلاصتها من عند الفلاح وكيزيد فيها مثلا 10 دراهم، التاجر الاخر كيزيد فيها 10 دراهم، وكتولي كتوصل المطيشه للسوق كتولي غاليه. يعني كيتحكم فيها الشناق، ما كنبقاش الشناق. حنا بغينا هذه لجنه المراقبه بغينا تبدا من الفلاحه، تبدا تراقب من حدا الفلاح، ماشي تجي للمحل ديال التاجر وعاد تراقبوا. علاش تراقبوا؟ بالنسبه لهذه اللجنه ديال المراقبه ديال الاسعار، حنا كمواطنين كنتمناو باش تستمر ديما، ماشي كتديها واحد المرحله ملي كيكون المشاكل وكل هذه، عاد باش نوضوا كنتبعوا الحادث. خصنا نتبعوا باستمرار اللجنه اللي كتكون باستمرار، باش حتى ذاك البياع والشراء ولا ذوك الناس البائعين يكونوا حتى هما عارفين راه كاينه واحد اللجنه من وراهم اللي كتراقب، كاينه مراقبه، ومراقبه تكون صارمه بالنسبه للناس اللي كيخبيو السلعه واللي كيخبيو هذه وكيخليوه باش هذيك باش يستغلوا الظرفيه ديال المواطن، والمواطن الله يكون في العون.